دعا الرئيس السيسي لمنح الأمل للشعوب الإفريقية التي فقدت الآلاف خلال الهجرة غير الشرعية جراء عدم تحقيق تطلعاتهم المستقبلية. وفي كلمته أمام قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها نحو 9 ملايين ضيف من دول أخرى. احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان، وأنا معاكم في ده، بس أنا عايز أقول لكم إن خلال ال10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة، أكتر من 27,000. ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف، 9 مليون ضيف.